يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرت كتابا لشخص ولم يرده إلي، فأخذت على نفسي ألا أعير كتابا بعد هذا اليوم، فهل علي شيء في ذلك؟ ما هو بحسن لك هذا، تمنع العارية علشان واحد أساء. أهل الخير كثيرون والمأمونون كثيرون، فلا تحرم نفسك من الأجر بسبب واحد أساء إليك. نعم.